بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أني شرحت طريقة أنك كيف تحول مكافآت الراجحي إلى كاش تقدر تحوله لحسابك. الطريقة بسرعة وبسهولة أنك أنت تفتح محفظة Your Pay، وبعدين بعد ما تحمل التطبيق وتفتح المحفظة تختار من الصفحة الرئيسية إضافة أموال. فراح تفتح معك الصفحة هذه، اختار نقاط مكافأة. فالآن راح تقدر أنك تتحول النقاط اللي موجودة عندك إلى كاش، وبعدين تحولها إلى حسابك الجاري في البنك اللي أنت تتعامل معه. لكن اللي تغير من الويكند اللي راح انه في السابق كان لما تيجي تحول 50 ريال راح يعادل 12500 نقطة، فراح يعادل تقريبا نفس المكافآت او نفس المكافأة لو انت استخدمت الكوبونات من الراجحي عن طريق المتعاونين معهم مثل كارفور وجرير وغيرها من المتاجر. لكن الان زادوا عدد النقاط، فالان 50 ريال تعادل 17500 نقطة. بمعنى انه لو كان انت عندك بطاقة الراجحي فيزا انفنت او فيزا سيجنتشر العائد عليها 2%، كل 100 ريال تصرفها يرجع لك ريالين. لو انت استخدمتها في كوبونات من المتاجر راح يجيك العائد 2%، لكن لو انت استخدمتها في تحويلها الى كاش عن طريق اليوروباي فراح ينزل العائد الى 1.4%، لانهم زادوا عدد النقاط اللي انت تقدر تحول فيها الى كاش. فهذه النقطة لازم أنكم أنتم تنتبهون لها. الحاجة الثانية، وش أفضل طريقة؟ هل ما نقدر نحولها الكاش ونستخدمها ككوبونات؟ أنا في عندي رأي أفضل. فكل اللي عليك أنك أنت بعد ما تختار إضافة الأموال وتشحن محفظة اليوروباي بنقاط المكافأة، استخدم بطاقة اليوروباي في مشترياتك، وبالتالي أنت جاك 2% من بطاقة الراجحي فيزا سيجنتشر أو فيزا انفنت بلس 1% من يوروباي، فكأنه العائد أصبح 2.4%، وبكذا تعظم العائد عن طريق المكافآت. فهذا اللي حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات أو تنصحون بطريقة ثانية. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.